بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه، وهو السلطان
الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية نسأل الله السلامة والعافية مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعين الألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس فبعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية وقتلوا المتوكل على الله وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون هم أيضا أتراك واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليهم، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل وقال لهم هذا. فالمهم جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين أرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول ب4 قرون، وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا.
حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس، استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح بيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين. ورسائل أن يسأل، ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء؟ ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام؟ ما كان أحد يقف في وجوههم؟ معاذ الله، هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء. فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة، وكانوا يضربون الصليبين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين، لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى. يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل، فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم، فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء، لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين، لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150 ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي،
وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات، وكان محمود أسمر اللون إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلق سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في الثلاثين من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه. وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوه من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوه، وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه، والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا، مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر
الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل للأحداث أن يستخرج بعض العيوب، لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني له المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول: مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية. وبنى للمشايخ المدارس، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له: نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال: هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء. هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء،
والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد، للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا. سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأنه نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد، على أنه مات على فراشه لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب، يعني يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا ألا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، والفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين، فانظروا إلى توفيق الله تعالى. وأخذ هذا المال العظيم وقال الأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا. هذا المستشفى خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق، خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن
خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قل ما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قل ما يمكث، كثير التجوال. فقد ملك 20 سنة، من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن، ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق. وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي. كان هذا القاضي مهيبا، يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل كذا، أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوه وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية، كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما أحد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فيأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل، والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى، فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي وادعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة. متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟
متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ، واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب، حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه. ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به، فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89 و300 وألف، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد. منبر نور الدين وموجود في الصور، لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما، وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما، فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسمها الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين مسلمين. وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم مؤرخو الصليبيين، يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا يا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل. معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب، قصتها قصة جليلة. باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل، ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له،
وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة. فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة يعني ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون القلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيئا، فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع شيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حلب ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت. الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم،
والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا الحديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصاحب ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد، ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني، حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار في مقاييس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر تيجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك، مستحيل، ويظن مسحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة، لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له قال ما شأنك؟ فقص عليه الخبر وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلامة كلها فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون، وهكذا يفرج الله كروبهم. ما يفرج الله كروبنا يا إخوة بالجعجعة والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء. نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ يفطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة، هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال يا قطب الدين حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمه، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال حفظ الله البلاد قبلي،
كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.